أنا آسف، أقصد أخاف منك، أقصد مني، إحنا الاثنين واحد. أحاول أتعود عليك، أحاول أتعرف عليك، إن شاء الله أقدر، لأن المسافة اللي تفصلنا 30 سنة. ضغط سكر وعاشقة عمرك وهدومك شنهم هدوم فرح ديبة علي هم بلبسهم. خلينا نتفق اتفاق حق، انت اخذي الشكل وانا اخذ الاحساس اللي داخلي. شلون اتعامل مع عيالي وش اسوي لهم؟ هذا شيء يخصني احساسي. شلبس وشاكل ليش انتي؟ ترى اثنين نكسر الخاطر. انا من 83، انتي من 2015، ضايع من اللي بالوسط. ليش تقدر انت لك؟ عارفه اللي صار؟ يما 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 فوزية، ها يما نسيتي حط هالنفلوق بالجنطة. واي يا ربي يما، ايش تبين انت بعد فايزة؟ يما هذا الجوتي عوني بحط هذا بالجنطة. ام وين اجيب لكم مكان؟ انا بالغصب سكيت الجنطة، فكوني يما. لورك يا ما تنحاش يا الخبز. غلط، ما انت الخبز اوريك. يما يما هو اللي قالها سمونته. ياه هو اللي قالها حطها على الطاولة. اص جبو يهد، نوبة ثانية اسمع واحد فيكم يقول هالكلمة اقص لسانه من عرجه. اي والله حسبي الله على ابليسكم، الريال بيسفركم معانا شهر العسل، بتطلعونا من عينه. يا ربي يا ربي ثبت عقلي. واي يننوني قربلوني. اولا عليك بس انت حاطه دوبك دوب هليها، انت صكيتي جناطك، ترى كلها نص ساعه ولازم اكون بالمطار لدري والناطرنا. ما ادري ايش اسوي، لو شنو اسوي ما اطلع من يزاك، ولا اكو واحد بيسافر شهر العسل ويا مرته ياخذ هالكوكش وياه. لا ولبنا هالكوكش هذيل باكر بيصيرون اخوان عيالي عن جريب، انت بس قولي ان شاء الله. بعد خلوه اوريك. بكلمة واحدة، أنا اللي شفته بعد عمرك ما تشوف أمك، عرفت شو أقول لك؟ أنا أخوي ضابط بالمخفر، تعرف يعني شنو ضابط؟ والله والله لحطك بالسيارة ووديك عنده وأقول إنك بايق ساعتي. أنا ما بك. بيفتشون دارك ويلقونها. أخ سيس النذل. اللي شفته تنساه يا فهد، عرفت شو أقول لك؟ شوف لما امك تدور الجوازات وما تلقاهم انا بقول لها عادي ما احنا مسافرين، وبس احط عيني بعينك تقول لها لا يمه احنا بنقعد عند ابونا ليه ما تردون، وانغمط قبل لا تقول اللي قلت لك. والله لحطك بالسجن ويا الحراميه والبوابه. عرفت شو اقول لك؟ يا رب يا مستعيل عطلك الله، جوازات اليهال ما ادري وين راحوا. دوري عليهم عدل حبيبتي، اخاف من العيله حطيتيهم مني ولا مني؟ يبقى انا اللي ما انسى ساعات من العيله انسى. اي والله عيست ادورهم، نقطه ماي وبلعتها القاع ما ادري وين راحوا. دريتي عن شيء؟ يبقى خلاص ظهرنا الله مو كاتب، نسافر نروح شهر عسل شو نسوي؟ من صدقك عبد الرزاق؟ فلوس الطياره والفندق وشهر العسل شو نسوي بعد؟ هذي بعد ما نقدر نخليهم. بلا يما خلي ابوي يقعد معانا على ما ترجعون.
يا حليله. اي والله خوش راي، امها غوينم هذا يتعدل وجاب العيال اللي ما يدري عنهم، واحنا ترى اقصاها اسبوعين ورادين. اي بس غوينم مو بعقله وخاف على اليهالي. لا لا لا، اللي شاف نفسه مسؤول بيتسنع وبيصير ريال. وبعدين انا بخلي ميري خدامتي تيوم هني تباشرهم، تطبخ لهم وتشوف طلباتهم، ولي عدى الليل ترد البيت، واحنا تالي لين ردينا ننتقل بيتنا. صج؟ افا عليك، الحين اكلمها. شلونك وهداية الله؟ انت شفيك؟ استخفيتي؟ انا بوش ولدك خانقت العبره، وانت بتطيرين مع ولد ابليس؟ فهد يما، فهد انا اسف، يليت اليوم يقدر يرجع، يليت بس ما يصير، علشان بدل ما أخليكم وأطلع عنكم ألمك يا يما. سامحني يا وليدي، سامحني يا وليدي. ما أدري يما فهد إذا كبرت بتسامحني ولا سامحني ولا لا. سامحني. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. مرحبا. هلا يما. تفضلي خالتي، تفضلي. تفضلي. خالتي انت تشتكي من ضغط وسكر؟ الاثنين دكتور، ضغط وسكر. هذه الدموع من متى معاك؟ توني لما شفتك يما. هذا رومد ربيعي. اسماي عادي دكتور. والله هو مو عندي، بس انا بكتب لها علاج مرهم تاخذه بالليل مده 5 ايام، بعدها تجيني وان شاء الله ماكو شيء. شفتي للعين يكتب بالعزمه، العين عزمه وين ما تغير. انتي عرفتني؟ بلا خالتي، انتي دايما تجينا هني، على مو ما تشوفين شر. شر ما يلك، خليك ويحفظك لشبابك. ما عرفني، طقيت البوها يوتي ايده وشلبتي فيها، يقول شل مهموله هذه اللي لا اعرفها ولا تعرفني. ما عبرت اطلع من غير ما المس ايده واشوفه. يا ربي فويز هالنتفه هذا اللي ما كان يعرف يقضب القلم. صرت دكتور يا ملحه، ماني مصدقه، ماني مصدقه. الحمد لله انك ما نسيتي عمرك. ما عرفني، ما عرفني يا نوريه. 30 سنه يا فاطمه، 30 سنه. أنا لو يحطونهم بين 100 نفر أعرفهم وطلعهم إلا فتوح.